ايه الاخبار يا استاذ؟ عاملين ايه بقى؟ انا بيكم فيديو النهارده من قناه بس ونبه. النهارده نلعب مع بعض اللعبه اللي قلت لكم مروان كان عايز يلعبها وانا جبتها بسببه، اللي هي انشراودد. اللعبه دي لعبه خلينا نقول زي بان وورد والحاجات دي، لعبه سرفايفل لذيذه على حد علمي. فانا عملت شخصيتي زي ما انتم شايفين، هبدا منبه تلت ساعه وبسم الله كرييت ويلا بينا بلاي. هوست برايفت جوين، لا برايفت 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 جيم ماي وورلد. خلينا نبدا ايه لوحدنا نفهم اللعبه عامله ازاي. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. ومن هذا اللعبة دي مراجعات قوية جدا جدا. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Okay. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood. حاسه قصة زي قصة هاي لعبة، عملت سكيب. أنا عايز أشوف الجيم بلاي. أوكي ده أنا. والله الشخصية شبهي شوية. اوكي. ده أنا. ماشي. اللعبة فلويد أوي أو أنيميشن لذيذة. يوصلي في سامر فين بون. تمام. يا عم فكك مني، دخلني بالعافية. يا لهوة على الحلاوة. إيه المنظر ده؟ إيه المنظر ده؟ press I to navigate the map. فين الماب؟ هي دي الماب؟ دي مش الماب. كويستات. claim a spot for your base. هي دي الماب. يا لهوي على الحلاوة. هي شكل اللعبة حلو قوي. في فول دامج؟ انا خفت قوي. في فول دامج. انا ليه حسيتهم عايزين ننط من هنا؟ والله العظيم. انا ليه هادي كده يا عم؟ تعال نفرق وتصحصح كده بس. ايه عشان مش ناظرين. انا نطيت اصلا ودوس سبيس عشان عايز العب بال وورلد اساسا تاني. طبعا مش هلعبها هنا على القناه لان شغالين على سيرفر كده، مش عايز اقول لكم اللي فيه لغايه ما نوصل لحاجه مهمه يعني. انا المفروض امشي ورا الشيء عمال ينور حاجه ده، صح؟ ان شاء الله. حلو. بشوف لو في دوج انيميشن او حاجه. تعالى ننزل تحت ولا اكمل كده؟ فولوت اكسبلوسيف باودر بول. ماشي بخش الصندوق ده ازاي بقى؟ لازم مكتوب ايه؟ يوز ترفورمينج تول اكسبلوسيف تو فورج. ازاي كده؟ اول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 
كلام جميل جدا جدا، بس خدنا اكس بي منه ده كويس. في صندوق فتحنا بشوطه وخدنا هاتشت. اوكي اوكي ليتس جو. اللعبة شكلها لذيذ والله، تصدقوا شكلها لذيذ جدا جدا جدا، شكلها تسحل. الواحد دلوقتي مسحول في لعبه اوريدي فمش عايز يخش في دي. انا لعبه دي بال وورلد لغايه دلوقتي، عشان كده خلينا نبص على ستيم بس يعني. بال وورلد 33 ساعه، ده غير اللي لعبته على الجيم باس، وغالبا ممكن العبها تاني على الجيم باس قريب عشان نشوف الابديتس. مش خدت شعر جديده، الشعر بتخلص كويس. انا خدت شعر جديده. ايه الشيء المقزز؟ انشارد. ايه ده يعني ايه انشارد؟ هو ده اسم اللعبة بس يعني. بريس تاب تو لوك انتو فوز. اوكي. ايه الجو ده؟ اوكي. حلو. اطلع كده يا اسطى. اوكي الوقت زاد تاني، كان في وقت فوق في النص خدت لكم. تشيك بوينت.
ريسبي انلوكت وورك بنش امور. اوكي الانقاض دي وصلنا ليفل 2 تمام. في حاجه هنا طيب مثير للاهتمام ولا خلاص يا جماعه عرفت ان انا شاطر. اوه في حاجه هنا كتابات غريبه وملهاش لازمه. ما ينفعش اخد الاكل ده. هو في جوع وكده ولا مفيش ولا ايه؟ يستاهل يستاهل والله. انا اللي ماسك الشغل يا عم. ماشي خلونا نكمل في اتجاه الاوبجيكتيف. في هنا مخيم حزين قوي. مزيكا رايقه لوت حلو. جلايدر تلعب فيها جلايدر زي بار وولز. هنا بئر ووتر سكوب ووتر. انا اخر شاد ايه في ايه خلاص ماكسيمم ستامنا انكريز. ارنب ده جري. كل دي فرخه فخده فرخه ولا ايه ده مش فاهم. انتراكت وذ كام فايرز كوك. لا بليس فود. I don't have food man. بس انا ريستد. اه اكله. ايه ده انا اخدت ورك الفرخ. استنى نطبخ كده. هولت كوك. الله الله ايه الروقان ده. اوكي طبخت كلناها زودنا الماكسيمم هيلث. حلو عايز اخد دي. ما ينفعش مشكلتي اصلا مش عارف ايه اللي ممكن يتاخد وايه اللي مش ممكن يتاخد. فاهمين حاجه؟ ايه ده؟ انا هنا انشارد. ايه اللي واقع بره؟ تمام يعني ايه انشارد؟ ما معنى انشارد؟ ابصوا انا بصراحه عملت سكيب للقصه في الاول فلا يحق لي ان انا اتساءل في حاجه زي دي. بس واضح ان الموضوع له علاقه بالمشرومز الموجوده في مكاننا. عايز اجرب حاجه. سيتنجز اف اكس اس اي لا اعلى حاجه دي ال اي. اه كده شكل اللعبه احسن شويه. كده شكلها افضل شويه. في مشرومات ممكن اخدها. حاجه منوره احمر هناك لو تلاحظوا. هنروح هناك اعتقد عشان نحاول نبني البيز بتاعتنا. اوكي لوكيشن ريتش تحيل. كليم ا سبوت فور يور بيز. طيب البيلدينج ازاي؟ هندوس تي بي لا في. اوكي all discovered recipes for crafting will be in the station بلا 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 بلا. اوكي لا مش ده اللي انا عايزه. انا عايز construction hammer. عايزين ستون. باك باك دي حاجات عندي. كاركتر سكيلز صح. ممكن اتعلم حاجات لان انا معايا 2 سكيل بوينتس. ميرسيلس اتاك. اوكي انا هخلي شخصيتي عنيفه اللي هو بتهجم فاهمين يعني تانك يعني بلاش. بس الفكره ان انا محتاج توب دلوقتي مش عارف التوب اجيبه ازاي. كده مش كده كده هو شكله كده. هو شكله برضه في توب على الارض صح؟ اه في صخور صغيره على الارض تنفع اكتر. ده ايه ده؟ ايه ده دي؟ هات ياض حاجتك يا هات 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 هات. انا كلب دوت هات. خدت معايا ضلوع ذئب لو حد جعان تنور. انا مثلا مشكلة في لعب من النوع ده كتير قوي يا جماعة. الواحد بيزهق يعني بيحس انه يعني خلاص يعني واحدة تكفي يعني. طيب هنكرافت الهامر. عايزين نكرافت وورك بنش. محتاجين ثلاثة سترينج و واسمه ده و8 وود لوجز. ممكن برضه نعمل ستون. ممكن نعمل ووند بالعظمه. اند راس بيجنز. ايه ده فيه
انا عايز شنطتي باك باك بي. ماشي دي البي. خلي العصايه دي هنا، خلي الاكس ده هنا، خلي القرابل 3 ماشي، خلي الهامر 3، خلي القرابل 4، خلي التورش 5 ماشي. فكده دي بتعمل ايه بقى؟ اوه لا لا اوكي، بقينا نعمل سحر ماجيك، سحري سحر ماجيك. هات لي بقى الاكس ده كسر. عايزين نجمع خشب، معرفش هتقع ولا ايه. المشكلة لازم اقعد اعمل كليك كتير. هتقعي ولا ايه؟ اهي وقعت اوكي، جابت خشب كتير اوي. مش حلو. دلوقتي محتاجين برضه سترينجز. السترينجز هاو دو اي جت؟ مطلوب مني ايه؟ بيلد ا فليم التر. فليم التر اوكي، هاو بيلد ا فليم التر دي؟ ماشي، وبعدين المفروض احطها في مكان ما هنا. اه حلو النظام ده. اوكي دي الحاجه بقى اللي هتحدد ايه اقدر ابني فين وما ابنيش فين. خليني انا عايز ابقى في حته فيها ريسورسز، فاهمين يعني كده مثلا، يبقى حواليا ريسورسز. اوكي حلو. لا 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 لا، ممكن ابجريد، ممكن استرينثن، ممكن اعمل حاجات كتير قوي. ماشي طيب، دلوقتي بقى ايه؟ ترافل ثرو ذا شراود. تعالى تقريبا انتوا ياض اللي بتدوا بتاعه صح؟ انتوا ياض اللي بتدوا سترينج ياه؟ بتدي سترينج ياه ولا لا؟ ولا ليدر بس؟ ليدر بس، انا اسف لك. يعني ايه ده؟ يا لهوي نحل. هذا ممكن اضرب النحلة ولا ايه؟ اه ممكن اضرب النحلة. اوكي دلوقتي خدت سترينج؟ لا واكس وهاني. خدت عسل وخدت شمعة، بس للأسف ما خدتش سترينج. انا توقعت ان مش عارف ليه، مش عارف ليه توقعت ده. ايه الغباء ده؟ طيب تمشت شوية بس مش كتير، معايا برضه واحد سترنج بس. طيب هو عايز نمشي اروح لحته اسمها ذا شراود، ندور على حد اسمه ذا سليبنج سرفايفر. تعال نعمل كده. حلو عندي يا جدعان والله، جو اللعبة حلوة قوي 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 بصراحة. يعني دي ممكن الواحد كان يتسحل مكان، يعني لو كانت تال وولز مش نازلة كان ممكن يتسحل في دي مكانها. أنا عايز أجرب أقتل واحد من دول بس يتزني بس. أيوة بتدي أنت لوت لحمة بس. أه دي فخدة أرنب عشان كده كبيرة. طيب You can proceed without a grappling hook here. Seek a path through the shroud instead. اوكي. كاتش المفروض اعمل كده. كاتش المفروض اعمل كده. رجعنا تاني عند البيت. طيب. ما ينفعش نعدي من غير grappling hook. وانا وكلت دي هيحصل لي ايه؟ يعني عملت لي حاجه بس ما اعرفش ايه الحاجه. اوه توت بيربل بيريز بيربل. طيب انا اخري في في المنطقه اللي فيها دخان بنفسجي دي 5 دقايق بالظبط، بعدهم بموت تقريبا. فلازم افكر في طريقه، في طريق انا عايز اعدي، ولازم جرابلنج هوك عشان اعدي من ده، فانا لازم اعدي من تحت. خلينا نشوف الاماكن دي فيها ايه. لو لقينا سترينجز ممكن نعمل ورك بنش. انا شفت حاجه سليب. لا سليب ايه؟ ما فيها فيش لوت هنا ولا هنا؟
مفيش اي لوت. مفيش ده الجرف يا اخي. طيب سمعت صوت بس مش عارف الصوت ايه. نفتح تاني ده مكانك انا قصدي اروح اصلا. صندوق ماشي. باندجز. هي باندجز بتعيني. شايفين؟ شايفين فوق على الشمال؟ والله العظيم ما كنتش عارف ان الصوت ده من اللعبه، افتكرته في الحقيقه اصلا. طيب بسم الله. دي منطقه الانشاردنج، يلا بينا. ازاي مخيفه؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ بتاع انا خدتها دي عملت ريست للعداد على فكره. انا لسه بقل، انا لسه في منطقه الخطر. اقدر اتسلق دي؟ بس لازم استعملها. شوف بس لو في حد حوالينا في اي مكان. عايز احاول. ايوه مفيش زاويه يا غالي وانت وشك واضح شويه بدل القرف اللي احنا فيه ده. ممكن لازم فوق بقى. عايز اخد بالكم ثمن الحلوه ده عشان احط ده كليك بيت. ده شبه الواد، الواد شبه والله. خلاص شبه ولا مش شبه؟ هي كده. طيب طلعنا بامان ومكملين في ايه ده؟ مين ده؟ هو الفاز اللي معايا ده المفروض ما يبقاش معايا ولا حاجه؟ حاسه او بي شويه. هنا في حاجه سيرش برضه ما لقيناش. لا لقينا السرنجايه اهي. حلو ده، لقينا وان سترنج ينفع في الديسارم. ايوه مش هاخد بالي بقى. ما ينفعش يا غبائي. لا ديسارم كان معايا باندجز تانية ولا لا؟ لا. طب ممكن اكرفتها؟ ماشي بس كده. اوكي نكمل. لا بلاقيها، بس دي لعبه ما العبهاش غير لما اصحابي، فاهمين حاجه؟ يعني مش ماليش مزاج العبها مع نفسي خالص خالص، ولا اني اتساهل معاها ولا اي حاجه. هي هتبقى حلاوتها استكشف مع اصحابك ايه اللي بيحصل. بس المهم احنا رايحين دلوقتي ندور على السرفايفل ده ايا كان هو اسمه ايه. انا موت، انا موت. ده معناه ان انا هعيد من الاول خالص صح؟ يا عم طب انا معايا كام ستري؟ انا الشنطه اللي معانا وقعت، كان فيها كل السترينجز وكل حاجه بتاعتي. فدلوقتي بقول لك كأني كان معايا حاجه. طيب يبقى دي فرصه في نهايه الفيديو ان احنا نتفرج كده نشوف ما في اي تاني. في زحلقه ولا دامج؟ دامج. طب انا كنت بجرب ايه صح؟ ان انزل زحلقه لغايه الارض بدل ما. لا واضح ان اللعبه دي من النوع اللي ما ينفعنيش خالص اصلا، كمان من ناحيه ان انا بقع كتير. فدي حاجه كارثه كبيره الصراحه. نقعد نحاول نضوع على السترنجات. سيرش خدت منه حاجة بس مش سترينجز يعني. انشراودد. هو ايه تحت ده؟ هو والله بيوقع حاجات مختلفة يعني مش حاجة واحدة. طب تعالى نطلع ناخد نفسنا وندخل تاني. ايه ده بقى؟ What is this? ماشي ضلمة قوي يعني، والله العظيم ضلمة قوي يعني. صندوق.
وودن ارو وفلنت. اوكي ايه ده؟ كلوث وحاجات. حاسس ان اتخض يا جدعان والله. كنت بقول حاسس ان انا خلصت الحته دي واللي فيها. اتخضيت خضه اقسم بالله. اوكي رايي في اللعبه، ما اعتقدش ان الناس محتاجه رايي اصلا لان اللعبه فعلا مكسره الدنيا، بس لطيفه. مش النوع اللي انا ممكن العبه لوحدي، بس لذيذه لطيفه حلوه. اللعبه دي سعرها $15، نازله يوم 24 يناير وواخده فيري بوزيتيف ريفيوز من 13000 مراجعه. ماشي. سيرفر كوب بيوصل ل 16 لعيب في نفس الوقت بيساعدوا بعض ار بي جي، فاهمين؟ بس فاللعبه لطيفه. شايفها كويسه. ويجي منها جامد بس مش معايا انا. فلو عجبتك اعمل لايك للفيديو، لو مش شايف القناه مش مشترك. وبكره غالبا بكره هيبقى فيديو فويد ترين، انا مش متاكد بس عايز اسجلها فهلعبها دلوقتي. يلا بكره هيبقى فويد ترين تمام. ونقفل الفيديو انا واشوفكم مره جايه ان شاء الله. فلو يقولوا تزوحوا على خير. لاف يو ومساءكم زي الفل. ماشي. السلام عليكم. باي باي. الى اللقاء.